ناخدكم لحالة الطقس واللي برضو بتشغل بال القاهريين وغير القاهريين الحقيقة. يعني هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن أن درجات الحرارة النهاردة يعني المتوقعة هتكون حارة ورطبة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. أضافت كمان هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس بتشهد استقرار الانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى الصعيد، إلى جانب طبعا أن في اضطراب هيشهده الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، لأن سرعة الرياح هتتراوح من 30 ل 50 كيلومتر في الساعة وارتفاع الأمواج من متر ونص إلى مترين ونص. تعالوا مع بعض نتابع مع حضراتكم على الشاشة توقعات هيئة الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، ونرجع نكمل معاكم فقرتنا وفقراتنا في يوم سعيد.